هذا محل ديال الخدمات الالكترونيه مشي نركبوا ليه هذا الباص. المهم كنقلبوا على المحل هذا وما عقلتش عليه كاين في المدينه القديمه كاين هنايا مشي عندو نركبوا ليه هذا الباص ان شاء الله. واو الشيخ واش انا ندير بحال هذوك الافلام بحال هذاك الفيلم ديال العود كيبقاو غاديين بديك العيب وكيتصادحوا هاك. المهم شوفوا الناس يجي كيفاش دايره تابعوا والله الا تلفش على البلاصه بالروج صوني خونا من البريك ولا ولا غيورني الو هو راه تلفش على البلاصه انا راه في هذيك زنقه الرقيبات اللي عرفتها فين زنقه الرقيبات اش البلاصه بلاصه واحد صناك اخوينا في مدينه قديم اخيرا لقينا المحل هو الباش هنايا والفينيل منش سير الله نتسناو من المها تابعوا معنا البريكو حتى الاخر. هذا هو الطبيعي ديالنا اللي غنركبو نمشي نركبو في هذا المحل نركبو كرافوس كرافوس نضربو في الواجهة ديال المحل خدمات الكترونية تابعوا معنا البريكو حتى الاخر. لا لافياج دابا قالت لنا البارتي اللي ضربنا داخل معاه ما كان كاين بلا ما صورت لكم والو. المهم ها هو هاد اللعيبه هادي هي اللي بقات الاخر نضرب لكم شي تصاوره تشوفوا البريك كيفاش هاي الله يدير انزل الصوت محل ديال الحوايج ديال التوك المهم نقلبوا على المحل تشاروك الدعك العادة هو البيني العيبات مشاو نركبوه اليوم نجي سير على هذا هو المحل هو ركبوه هنا ديال البلاصة خاصنا شي سلة من الطوال Ha ha ha!